مدة وقع تسجيل نقص في عدد من الأنواع خلينا نقوله، ولكن التسجيل هذي قاعد اليوم ولا النقص هذي اليوم قاعد يتسجل في العديد وأكثر من صنف في مادة القهوة، وعمال ماشي ويزيد هالنقص هذي. شنو اللي قاعد صاير بالضبط في القهوة؟ علاش اليوم فما النقص هذي؟ علاش الناس اللي تخطف القهوة تقول لك راي القهوة مش موجودة؟ علاش فما تشكيات؟ شنو قديش كانت تضخ سنويا تونس من القهوة في الأسواق؟ شنو سبب التراجع هذي؟ باش ناخذوا كل التفاصيل مع صدري بن عزوز نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي. صباح الفل سي صدري، مرحبا بيك. مرحبا بيك سيدي. لو كان تفسر لنا أكثر وتحطنا في الإطار، شنو اللي صاير بالضبط؟ هل صحيح أنه مادة القهوة قاعدة من نهار لنهار قاعدة تسجل في نقص في عديد الأصناف وإلا لا؟ ثم أزمة موجودة طبعا عند المدة صغيرة. بون احنا ما كناش مشروعين ياسر، حتى نعرف اللي لوسيتي هي اللي تجي في القهوة، دونك لوفيس دي كوميرس هما اللي عندهم المونوبول. دونك بون وعدونا قالوا لنا بون فما كميات جايه كل شيء. مبدئيا توا بون المشكل اليوم القهوه معناتها افيكتيمون اصحاب مقاهي، الاكثريه اصحاب مقاهي في كامل الجمهوريه عندهم شويه صعوبات في التزاود بالقهوه. في التزاود بالقهوه. دونك شو معناتها هذا؟ معناتها بون لي تريفاكتور ما تعرف وفاكتور يخدموا من الوسطية ويبيعوا القهاوي. هما بيدهم عندهم اشكاليات معناتها في النوايا نتاع القهوه وفي الكميات اللي موجوده ناقصه برشا. اليوم دونك سكي سباس سكو نوعيه القهوه معناتها تبدلت. فما من بعض التوليفاكتور اللي عندهم دي انواع نتاع قهوه ما عادش موجوده. تنقص المود. دونك سيتي ما جاوبوناش معناتها 100%، ما قالوناش معناتها صحيح شنو اللي صاير بالضبط. باسكو لي بريفيزيون نتاعهم معناتها بالنسبه معناتها كانوا غالطين. اسكو ستانسوا على خاطر ممكن تتك العامين نتاع كورونا اللي القهاوي كانوا مسكرين، دونك ما فماش القهوه، دونك ربما ما قراوش حساب هذاك بالنسبه لنا. اسكو سي امور ماديه جو سي با، هذاك تسالهم هما. يعني انتم طلبتوا توضيح من ديوان التجاره ومعناها سالتوا علاش فما الاضطراب هذايا وما لقيتوش جواب والا كيفاش؟ ما لقيتش جواب معناتها مقنع. فماش جواب مقنع. ما جواب مقنع. بون اول معناتها كثير معناتها تونس قوسين معناتها بعد الازمه نتاع السكر والازمه نتاع الماء والازمه نتاع برشا حاجات. الاشكال في الازمات هذوك هما سكو سكري دي بروبليم، خاطر ما تعرف في كل ازمه فما دي سبيكيلاتور. نحكيو مثلا بون احنا نشبه القهوه، لكن بالنسبه مثلا على السكر او ازمه السكر بون قاعد بليزو موان تو معناتها تحسن شويه مع الامور. نلقاو معناتها في البريود في البيك نتاعها كان فما دي سبيكيلاتور اللي هما يبيعوا في السكر مع القهوجيه اللي كانوا يبيعوه كيما نقولوا معناتها كاردونا ب 10 كيلو معناتها يبيعوا فيها معناتها كيما نقولوا 23 دينار ولا يبيعوا فيها ب 40 دينار. فما استغلال معناها للوضع باش الناس تحتكر الماده وتربح فيها اكثر. اي ومسترجع شويه خاطر اذا كان سانسو بالسوم هذاك فهمت ما عرفش باش يطيحوا من بعد. دونك هذاك مش بكل الازمه هذايا صاير توا مع القهوه ولا فما تخوفات من انه يصير؟ لا مع القهوه مبدئيا لا توا، خاطر سي تانات سيركوي معناتها كيما قلت لك معناتها لوسيتي معناتها هي اللي تجيب القهوه ولا اللي تولي فاكتور يشيو ما عندهم سوم معين معناتها يبيعوا به معناتها بسعر معناتها وزاره التجاره. دونك مي اذا كان اليوم نلقاو معناتها الدوله ماهيش قادره باش تجيب معناتها الكميات الكافيه معناتها الاستهلاك في تونس، لازم المونوبول يتنحى، خاطر اللي فاكتور اللي عندنا في تونس باكل عليهم معناتها عندهم اكسبيرونس كبيره ينجموا يجيبوا وحدهم. معناها احتكار الدوله لتوريد الماده هذه يولي ما عندوش معناها معنى بما انها غير قادره على ذلك. معناها حسب رايكم اليوم تدعيوا انه يقع فتح موضوع توريد القهوه هذه على الناس اللي قادره باش تجيبها؟ هو مستحسن. علاش؟ على خاطر صحيح باش يزيد السوم، على خاطر ما نعرفوا القهوه مجاعه مع الدوله السوم باش يزيد، لكن يفوت زويد الوضع كونكيرونس، خاطر اذا كان شنو خير معناتها ما نجيبوش قهوه جمله ولا نجيبوا اغلى شويه. هذا هو السؤال. القهوه مدعمه، انا هي القهوه المدعمه بالضبط؟ زيد فسر لنا سي صدري، القهوه اللي تشريها القهاوي باش تبيعها والا القهوه الموجوده في المساحات التجاريه والا القهوه بانواعها مدعمه من الدوله ولا كيفاش؟
القهوه بنواعها كلها معناتها كيما نقولوا القهوه مثلا تاع اليوم الكيلو القهوه معناتها تتباع ب 14 دينار و500 بالنسبه للشريط وفاك القهوه يحبسوا بذاك قبل كان اقل برشا وقاعد يتنحل دعوه في شيء لكن بون اذا كان باش نخلطوا مع مع القهوه ما عادش موجوده زعما باش يعملوا قهوجيه القهوجيه ما عادش بياخذ القهوه اذا كانت تحيلها من القهوه زعما سيبوزون سيناريو كاتاستروف ما عادش القهوه في البيت ما عادش القهوه دونك القهوجيه اوتوماتيكمون باش يسكروا باش يخرجوا الخدمه نتاعهم 120 الف خدامه معناتها باش يقعدوا بطاله 120 الف خدام يخدموا في القطاع نتاع المقاهي حسب تقريبا هذاك المعطيات اللي عندنا قبل الكورونا بعد الكورونا فيها معظم كما تعرفوا عاملين صعب شوي بالنسبه للقطاع تاع المقاهي مي بون اليوم يفوتوا وين سوليسيون اذا كان معناتها باش تطول الامور هذيك ولا باش تعقد الامور هذيك صحيح باش تولي فيما اشكال كبير بالنسبه لاصحاب المقاهي سيرتو كو معناتها كما قلت لك معناتها خرجوا من كريز كبير كورونا مع القرارات الكل الواعي يفوتوا وين سوليسيون ويفوتوا الدوله معناتها ولا يسيبوا معناتها يصيبوا مع راحوا مع القهوه اذا كانوا مش حاضرين والا بون يجيبوا الكميات المطلوبه مع البلاد هما حتى تقريبا يجيبوا حتى تقريبا 30 طن دو كافي بار طن 30 الف طن اي خاطر الصوت مش واضح برشا سي صدري باش الصوت مش واضح برشا 30 الف طن دونك تونس معناها تستورد يجيبوا من ولا تستورد منين يجيبوها القهوه سي صدري منين نستوردوها والله يشوف اللي جروب بروديكتور دو كافي البرازيل هو معناتها اول واحد معناتها في العالم براتيكمون عنده لو تيان لا برودكسيون مونديال موجوده زاده في الفيتنام في كولومبيا في اندونيسيا في اثيوبيا نتعاملوا معناها احنا مع الدول هذه الكل نجموا نستوردوا منهم الكل معناها ولا عندنا فقط ان فيزافي معناها وحيد نتعاملوا معاه اذا كان لازم تسالوا لوفيس دو كوميرس منين يجيبوا بالضبط مي نورمالمون معناتها سو سا لي بروديكتور معناتها نجم هما العاش منين يجيبوا بالضبط سيرتمون من لي بلو غو بروديكتور وانت بون بيان سور لي كاليتي دو كافي اللي يجيبوا فيهم فما الارابيكا فما الروبيستا فما فهمت فما برشا انواع واضح واضح مشكور سي صدري بن عزوز نائب رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المقاهي اليوم سي صدري قلنا انه فما مشكل فما اضطراب ونقص قاعد يتم تسجيله في مادة القهوة وطبعا يحذر من أنه المشكلة هذه تنجم تكون عندها تداعيات كبيرة.